أعزائي المشاهدين، لازلنا متواصلين معكم في برنامج لبيه الحد الجنوبي من منطقة نجران، وفي ضيافة الشيخ مبارك بن ذيب المحان. ندعي الله سبحانه وتعالى الملكنا والولي عهده والولي ولي عهده والأمير جلوي بن مساعد أمير منطقة نجران، ندعي لهم بالتوفيق والسداد، لأن هذه الخضرة الخضرة هذه من الجنوب، ومن الخضرة اللي نسمي الصليب. الصليب الدولي لما كان الحرب سنة 62 ميلادي، الصليب الدولي موجود فيها فاسفل صلاح. يلا يا من الخلايق عندك وداع، بمرك يحن السحاب ويرز مرزام، الحمد لك والثناء والشكر بنوعه، بس من يلفلف على ما فوق الأعلى. الحزم عاصفته تشنى، على العدو تمطر عذابه، أشرف على الخطة بفنة، كل صوت يحسب حسابه. علم الحوثي وربعه وصدقانه، السعودية تهل الحزم في الشدة.